بحالات تفضل تسمح لي ارد عليك. اولا من حق اي احد انه يتفائل بمنتخب بلاده صحيح. هذا واحد تمام بدون مبالغه. خليني اقول لك فضل. اثنين امس الكابتن يوسف ثنيان كان جالس مكانك يا دكتور احد اساطير كره القدم السعوديه قال ربطها بموضوع الدعم اللي حظي فيه هذا المنتخب تحديدا من القياده الرياضيه ومن حكومتنا. قال انا توقعت بعد الدعم هذا كله اشوف لاعبين يحرثون الملعب حرث. يقول انبهرت اني شاهدت لاعبين بلا هويه بلا روح ما ادري وش اللي صار لهم. مصدوم كابتن يوسف الثنيان صادق. لكن لو اعطيت يوسف الثنيان او اي واحد من اعضاء المنتخب او اي واحد ناقد او اي واحد مدرب تقول له هذه قائمه منتخبنا ثمانيه اعمارهم 34 ما هي توقعاتك لهذا المنتخب؟ ما راح يتوقعها خمسه يا دكتور. ما راح يتوقع ان تعمل شيء في هذا المحفل. هذا المحفل يحتاج الى لاعبين بمواصفات فنيه وبدنيه عاليه جدا بمواصفات شباب يستطيع ان يقدم اداء حركي طول 90 دقيقه. عندك ثمانيه لاعبين 34 ثنائي قلب الدفاع. تصور ثنائي قلب الدفاع 34 اعمارهم كيف تنتظر انتاج منهم؟ يعني شبه معتزلين. ثنائي قلب الهجوم يعني قصدك يا دكتور مهما دعمناهم ما راح يقدمون؟ لا يمكن يجدون دعم. يعني خلاص ننسى الجيل هذا؟ اغسل يدك من هذا الجيل اذا لم تبني جيل. واخرها حديث تركي آل الشيخ مع المستشار اليوم للاعلاميين يقول عليكم ان تنسون هذا الجيل وانا مقتنع في كلامه. جيل اغلبه متجاوز 30 سنه باقي تنتظر منه وتقول اعمل له محفزات؟ يا حبيبي لا تعطيه جميع المحفزات لا يستطيع ان يعطيك انتاج اكثر مما اعطاك. ترى يستطيع ان يلعب مثلا امام اوروغواي مثلا شوط واحد الاول او الثاني باداء تقول هذا منتخب مختلف عن منتخبنا الاول لكن كرتم وايقاع ومحافظه وتوزيع جهد لا يستطيع ان يلعب مع منتخبات قويه. دكتور في النهايه هذه امكانياتنا وهذه ادواتنا الحاليه.